السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال الموقع دوت تقدر تسطب برنامج على الجهاز عندك، وبيعمل زي شات جي بي تي، تقدر تديله ملفات وتقول له لخص لي الملفات ديت او اشرحها لي او في كلمة مش واضحة، فده هيكون سبورت كويس جدا ليك. لو انت عندك مثلا ملفات كتيرة بي دي اف بدل ما تقراهم كلهم، ممكن تقول له ساعدني مثلا في تلخيص حاجة، ساعدني في شرح حاجة، انا في نقطة معينة بدور عليها. فهو يعتبر زي شات جي بي تي لكن هيكون شخصي بالنسبة لك، تمام؟ يقدر يلخص لك سمرايز للدوكمنت اللي عندك، الملفات اللي عندك، يقدر يشرح لك اي معلومه مش واضحه، تقدر تساله اي سؤال وهو يبدا ان هو يجاوب عليها في الملفات بتاعتك. فده يعتبر زي شات جي بي تي شخصي، تمام؟ لما تقول له داونلود فور ويندوز بيبدا يحمله لك من موقع اللي هو جيت هاب. موقع جيت هاب ده موقع خاص بيه الحاجات مفتوحة المصدر. فممكن اجي كده واقول له ان انا عايز اشوف الملف دوت، فتحه لنا بالشكل دوت اهو، بحيث ان انت ممكن تشوف الفيديو هيستطع عندك بالشكل دوت. تدي له ملف البي دي اف وبعد كده يبقى جاهز كأنك بتسأل شات جي بي تي، لكن شات جي بي تي بيجيب من النت كله، ده هيجيب لك من الكتاب اللي معاك. أتمنى إن شاء الله يعجبكم بإذن الله.